في الطريق نحو القرى الحدودية الجنوبية تبدو عجلة الحياة طبيعية في الظاهر، إنما عند الوصول إلى بلدة معركة وزيارة أحد منازلها تتغير الصورة لتصبح أكثر وضوحاً لدى علي. فعلى الرغم من انهماكه بعمله التعليمي في إحدى ثانويات المنطقة وكذلك في رعاية عائلته لتأمين لقمة العيش وسط الظروف الصعبة التي يعيشها، يقتطع جزءا من وقته في متابعة الشأن الذي يقض مضجعه وغيره من الأهالي. فالحديث الذي كان يهمس به يتحول علنيا عن ممارسات تهدد مصيرهم، فيما لا يرون في وجود قوات اليونيفيل حماية لهم كما يقولون. ظهور المسلح والكثيف بتشوفه لدى جماعة أو حزب الله موجودين هون، وإضافة إلى قواتين يدعمتهم، شوف سلاح ظاهر وعلني موجود، فبتحس إنه لا، وجود طوارئ ما إلى أي دور نهائيا لتحد من هالعمل هذا أبدا. عم نحس بحالة قلق قوي جدا جدا، يعني أغلبنا ببيوته وعائلته بحس إنه لازم يكون مجهز الشنط استعدادا للهروب أيمتى بتوقع الحرب، والسبب إنه في سلاح ظاهر. مطلوب من قوات اليونيفيل إنه تقوم بتنفيذ البنود اللي نص عليها اتفاق 1701 اللي هي بتمنع ظهور المسلح من الحدود لحتى الليطاني، هي المنطقة كلها بتكون معزولة السلاح إلا من القوى الأمنية اللبنانية وحصر الجيش اللبناني. قلق الأهالي يلاقيه بعض الخبراء العسكريين بالدعوة إلى توسيع نطاق عمل اليونيفيل لدرء المخاطر عن البلد. يجب توسيع صلاحية اليونيفيل وتكليفها بمراقبة الحدود السورية اللبنانية كاملة، وتحييد لبنان عن الصراعات بالمنطقة، وبالتالي يجب اعتماد الهدوء، ويجب على المسؤولين بالدولة اللبنانية يوعوا من ثباتهم، ونوقف الخطابات النارية يلي ما لها طعمة يلي نتائجها رح تكون كارثية، وهن بيعرفوا هالشي هذا. من وجهة النظر القانونية يعتبر العديد من المعنيين أن الوجهة السياسية هي التي تحدد مسار الدعوات لتفعيل دور اليونيفيل. أعتقد أن الموضوع هو ذات وجهة سياسية أكثر ما هو ذات وجهة قانونية، باعتبار أنه أي تطوير أو تمديد أو توسيع لصلاحية قوات طوارئ دولية أو اليونيفيل هو في توسيع نطاق القرار 1701، لا ليكون محددا ومحدودا بنطاق جنوب الليطاني، إنما ليصبح على كل الحدود اللبنانية البرية والبحرية. الخوف لدى علي وعائلته لا يبدده سوى الركون إلى بسط الدولة لسيادتها في الجنوب وفق مطلب معظم أبنائه. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة من بلدة معركة جنوب لبنان.